ماشي هاد التركيبه ديال ولد الركراكي، راه الزاكي في 2004 خصنا كاس افريقيا، راه في عهد اوني ميشيل خصنا كاس افريقيا. هيك اليوم الظروف تساعد، واليوم الظروف واجده اكثر من اي وقت فات اننا نفوزوا بكاس افريقيا. اليوم نقولها بكل فخر، احنا ملوك افريقيا، ماشي في الكوره، احنا ملوك افريقيا في كل شيء، بدءا بجلاله الملك محمد السادس باعتباره رائد الامه، ومرورا باقي القطاعات اللي تحت السياده ديال المملكه المغربيه وتحت الرياده الساميه ديال صاحب الجلاله. اليوم احنا ملوك افريقيا، خصنا نكونوا احنا الاولين ماشي في الكوره، في اي حاجه جات المغرب راه رائد، وان شاء الله نتمنوها. دونك وليد الركراكي نقلا عن ما جاء على لسان بدو الزاكي، محظوظ انه جا فوق القجع، فوز القجع راه داير عمل اللي الله يطول في عمره والله يخلي ليه صحيحه، اللي ما نقولوش يا رب اللي غيجي من وراه يكون بحاله، لا خليه غاو. نقول لك واحد المساله، ماشي كنتي تقدر تشوف نبيل، حنا كنا غاديين، قدر الله وما شاء فعال على ان الناس اللي كنا غاديين معاهم، ماشي ما وقع لا مشكل لا والو. بقينا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا، وحتى واش نمشيو في هذه الوقيته؟ لا حنا كنا بغينا نمشيو في الاول، نمشي انا نتفرج، انا التزاماتي والله الا زعما التزاماتي اللي تمنعني انني نمشي، اما شكون اللي كراه يمشي يتفرج؟ انا كنت غنمشي خدام الكوت ديفوار، غنمشي مع ما عرفتش واش عندي الحق نقول السميه ولا ما عنديش، كنت غنمشي خدام ما كتابش. فملي ما بقاش ذاك الالتزام اني نمشي للكوت ديفوار، دخلت في التزامات اخرى هي اللي يمكن مقيداني اني نقدر نمشي للكوت ديفوار. الزبير هنا صافي، ما نذاكروش ما نقولوش حاجه اخرى، لكن تبارك الله اللي كيعطي الزبير هنا يعني اللي زوين ما جاش. شوف اكيد الزبير هنا كل شيء زوين، الزبير وهيبة الغريب في الامر يعني الناس يعني راه مازال غالطين في الزبير، ماشي غير الناس اليوم ممثل كوميدي الزبير، ممثل يعني مسرحي الزبير، مشخصات الزبير هلالي. الزبير هلالي راه قبل ما يشوفوه الناس في 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 في, في السوشيال ميديا، الزبير هلالي راه كان من الاولين اللي داروا مسرح، وبداه من التحت، بدا درجه بدرجه، من الناس الاولين داروا الكلون، من الناس الاولين اللي قارين، وكان كنشدد على هذه الكلمه. الفنان اليوم ماشي يكون بالضروره يكون كيضحكني، وماشي بالضروره يكون مثقف. الزبير هلال اليوم سفير المملكة المغربية في الكوت ديفوار بكل ما كتحمل كلمة معنى، فاش ما جيتي كونتوني زوين مقبول محبوب عند الناس الله يزيدو، وتم الاستقبال ديالو من طرف وزير السياحة والترفيه بالكوت ديفوار. أنا فرحان حنت الميدان الفني فيه أمثال الزبير هلال. رسالة أخيرة، الله يكمل عليكم بالخير الدراري أشواقع، والله إلا كنفرح ليكم، علاش؟ لأنني كنعرف هاد الناس مزيان، بداوها من تحت الصفر، اليوم منكم ناس تشتغل في الإذاعة والتلفزة المغربية، منكم ناس اللي مشات لديبوات كبار، ديبوات كومينيكاسيون كبار، مشيتي لديبوات، شتيها ولا فين حس الكوميدي تاعها؟ الله يكمل عليكم بالخير، كنفرح ملي كنتلاقى معكم، لا هشام لا الدراري، خوكم وولدكم وحسوني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.